بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نازحون سوريون في بلدة عرسال لبنانية. حال عرسال اليوم يا أخوان، الطقس بارد جداً، ثلوج غزيرة، عواصف ثلجية شديدة جدا، الخيام انطمرت بالثلوج. حال عرسال اليوم سيء جدا جدا. نحن هنا في مخيم البراء واحد في عرسال، اخواننا، اهلنا، احبتنا، اصدقاؤنا في كل دول العالم، نناشد الله عز وجل، ثم نناشد أهل الخير في دول العالم كله. يا أخوان، أغيثونا في مادة المازوت، تدفئة لأطفالنا. أنا لحالي عندي بالمخيم 40 أرملة عم يربوا أطفالهم. يا أخوان، الوضع سيء جدا، مازوت ما فيه، تغذية ما فيه، 3/4 الناس مفصولة من الأمم المتحدة، كرت مازوت ما في من الأمم. رجاء، وكل الرجاء لكل من يسمع صوتي، وأنادي أولا الله سبحانه وتعالى، وأناديكم جميعا أهل الخير، الجمعيات الخيرية، كل من عنده حسنة أو صدقة لوجه الله تعالى، صدقة السر تطفئ غضب الرب. أيها الإخوة، بارك الله فيكم سلف، نحن بانتظاركم في عرسال وفي مخيم البراء عصرا. البراء واحد في عرسال. السلام عليكم.